احنا كيف تعرفوا عندنا دور استشاري اللي عدتوا شفتوا النظام الاساسي لهذا الوداديه، عندنا دور استشاري وكنا معدلين علينا جميع القضايا اللي تتعلق بالاداره، اداره وزاره الداخليه، وجميع القضايا اللي تتعلق باللامركزيه ان له عدو عندنا فيها راي. هذا هو اللي عندنا. عندنا اعلنا قضيه ترقيه الزملاء كاملين في العمل، وقضيه نظامهم الداخلي اللي من خلاله نقدروا نراعوا شنو الطريقه اللي يلا تعدل بها الترقيات،